من أين أتى كل هذا؟ هي لم تعد واثقة أي نانسي بيلوسي بأن بايدن يمكنه أن يفوز مع جنونها، هي فعلا مجنونة، ومع ذلك فجأة أصبحت ترى بايدن غير قادر على الفوز. أعتقد أنه سيكون أمامنا 4 سنوات رائعة، أروع سنوات في تاريخنا. أعتقد أن ميشيغان سيكون لديها أفضل ما يحدث للولايات الأمريكية، لأنني سأعيد إليها صناعة المركبات. في المكسيك هم يبنون مصانع كبيرة لصناعة السيارات بالقرب من الحدود، ويعتقدون أنهم يمكنهم صناعة السيارات والمركبات وتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويجعلون نفقد وظائفنا. تعرفون من يملك تلك المصانع؟ الصين. لن نسمح بحدوث ذلك، سنفرض ضرائب ب200% أو أكثر. كل من يصنع مصانع لا نسمح بتلك السيارات المنتجة فيها إلى المجيء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان ذلك في المكسيك أو غيرها. إذا أردنا صناعة تلك المصانع، لدي صديق وهو ينشئ المصانع ويعرف ما يكلفه ذلك، وليس لديه مشكلات، وقال لي إنه سيذهب إلى المكسيك ليتابع مصنعه، ويعرف أن هذه الصناعة مزدهرة في المكسيك، وذلك بسبب الرئيس الغبي. نعم، هو شخص غبي، ويمكن أن أقول هذا، لأنه عندما يستخدم القضاء سلاحا فهو يستخدمه ضدي، وعندما فعل ذلك قلت إن هذا غير مسبوق، لا يمكنني أن أفعلها. وأحيانا عندما يكون هناك قضاة فاسدون، هذه الطريقة الوحيدة التي يمكنه بسببها تحقيق ذلك. عندما يقوم باستخدام القضاء سلاحا وقبل أن يفعل ذلك، كنت أعامله ليس بشكل لطيف لكن باحترام، وذلك عكس ما أفعله الآن. لكن لا يمكن أن نسمح لهذه الشركات أن تسرق وظائفنا وتدمر شركاتنا، وهم يقومون ببناء مصانع على بعد أميال من حدودنا، ومع ذلك يراد منا أن نسمح لمهاجريهم بالدخول. في ميشيغان سيستفيد مواطن ميشيغان أكثر من أي ولاية في الدولة، لأنهم يسرقون وظائفكم. سنعيد الوظائف بشكل أعلى من السابق. هل تسمع هذا جون جيمس؟ سنجعل جون جيمس هو المسؤول عن الولاية وسيفوز. وشيء رائع، هذا ليس من الصعب فعله. عندما يبنى شيء في الصين لا نريد أن يحدث ذلك. نحن سنفرض عليهم 250% من الضرائب. سنقول للصين إما أن تبنوا مصنعكم هنا وإلا فلا نسمح لكم بتصدير منتجاتكم إلينا. وبطبيعة الحال هناك أمثلة أخرى، كان لدي منتجات في البيت الأبيض وكنت قد شعرت بالخيبة، وكنت أتعاطى مع هذه المشكلة، وقلت ما الذي تفعلونه في الهند؟ كيف هو أداؤكم؟ وما هو أمر التعريفة الجمركية؟ وقلت ماذا سيحدث إذا فرضنا 200% تعريفة جمركية؟ وأعتقد أنه تم بناء ذلك المصنع وتلك الشركة. أنا لا ألوم الهند، وإنما ألوم بلدنا وقادتنا على السماح بحدوث ذلك. كان علينا أن نوقف ذلك، ثم جاءت جائحة كورونا وأبلينا بلاء حسنا. نسب لنا الفضل في الجيش، نحن هزمنا داعش، قمنا بأشياء عظيمة، وقمنا بتخفيضات قياسية في تاريخنا، وقمنا بتقليص التشريعات. ذهبت إلى بعض الشركات المتطورة وقلت إن ما قمنا به كان جيدا للوظائف، وكان هناك تخفيضات ضريبية، وهذا نفع الوظائف. إذا قمنا
الاطلاع على تلك التشريعات التي قلصناها. وبطبيعة الحال كل شخص يقول إن تخفيضات في التشريعات وتقليصها كان أهم من تخفيض الضرائب. هل تتصور ذلك؟ حدث ذلك بشكل غير مسبوق. قبل وصولي إلى البيت الأبيض وقبل فوزنا كانت الأمور مختلفة تماما. كان ليكون الوضع مختلفا لو كنت رئيسا لما كانت الحرب الروسية في أوكرانيا تقع. عندما أعود إلى البيت الأبيض وقبل أن يحدث ذلك سأقوم بوقف الحرب الروسية في أوكرانيا وسأمنع حدوث الحرب العالمية الثانية. إذا كنت رئيسا ما كانت الكارثة في أفغانستان لتقع ذلك الانسحاب المذل، وربما ما كان بوتين ليقوم بغزو أوكرانيا، لكن الكارثة في أفغانستان ليس مسألة انسحابنا. أنا كنت سأنفذ الانسحاب بعد 20 عاما، لكن أنا كنت سأبقي قاعدة باغرام وهي قريبة من محطة النووية. نحن أبقيناها وسلمناها لهم بشكل ساذج. نحن قمنا بصرف ملايين الدولارات ومليارات الدولارات عليها وبعد ذلك تركناها لديهم. وتخيلوا من الذي يملك تلك القاعدة الآن؟ الصين. ما مدى غبائنا؟ هل جيد ما حدث؟ لا، كان يجب علينا أن نبقيها، وبطبيعة الحال فقط قاعدة باغرام وليس المطار الذي قتل فيه 13 من مواطنين الأمريكيين. وربما يجب أن نستحضر ما حدث. أولئك الذين بترت أطرافهم، نحو 47 جرحوا، والمئات من الأشخاص الذين تضرروا. كانت تلك أسوأ كارثة والأكثر إحراجا في تاريخنا، وبسبب ذلك أعتقد أن بوتين نظر إلى تلك السذاجة وذلك الغباء وقال ماذا هؤلاء يفعلون، وبالتالي قال هذه فرصة ممتازة ومواتية لغزو أوكرانيا. ما كان ليفعل ذلك لو كنت الرئيس؟ وأوكرانيا ما كان ليحصل فيها ما يحدث، حتى الهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ما كان ليحدث. تعرفون إيران كانت مفلسة، لم يكن لديها أي فلس، والآن لديها 250 مليار دولار. كل ذلك حدث بسبب الغباء في القيادة الأمريكية. الآن هناك تضخم وذلك بالموازاة مع أشياء أخرى. سأعيد السلام وذلك عبر القوة. هذا ما سيكون لدي. أنا الرئيس الوحيد الذي لم ينخرط في أي حروب، بل قمت بإنهاء بعض الحروب. قضيت على الخلافة الإسلامية داعش. نحن كذلك سنبني قبة حديدية وستكون مميزة وستبنى في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في ميشيغان. لماذا لا يكون لدينا نفس الحماية التي لدول أخرى؟ لماذا لا يكون لدينا نفس الحماية التي لدى لإسرائيل ودول أخرى؟ رونالد ريغان أراد فعل ذلك، لكن لم يكن لدينا حينها التكنولوجيا الحالية. ونحو 301 صاروخ أطلق على إسرائيل، وتخيلوا تكنولوجيا رائعة من القبة الحديدية أسقطت تلك الصواريخ. هذه تكنولوجيتنا وسنستخدمها لبلدنا وسنكون أكثر أمانا. هذه القبة الحديدية سنبني أقوى وأعظم قبة حديدية وسيكون جزء كبير منها يصنع هنا في ميشيغان، ولن نخفض أي فلس من علاوات الضمان الاجتماعي. أو تعرفون بايدن كان يريد رفع سن التقاعد. تعرفون كل هؤلاء المهاجرون الذين يأتون إلى هنا يريدون الاستفادة من الضمان الاجتماعي. هم يريدون أن يدمروا الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. لن يحدث ذلك ولن نرفع سن التقاعد. وهو ليس لديه أي فكرة عما يفعله، لكن أنا وفيت بذلك الوعد قبل 4 سنوات.
ولم يكن الأمر كما هو عليه الآن. لماذا؟ لأنه لدينا الكثير من الأشياء التي نستخدمها كآليات، ونقول لا يجب أن نخفض الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه المواطنون. وعندما يأتي هذا الشخص المتدني في معدل ذكائه ويقول إنني وردت 9% من التضخم، هذا غير صحيح. هو لم يرث أي شيء. وعندما يقول بايدن هو سيزيد الضمان الاجتماعي، هذا غير صحيح. هو الذي يرفعه، لا تصدقوه. هو دائما لديه ذلك الخط، تلو الآخر تلو الآخر. لكن الأمر بسيط، سيزيدون ضرائبكم 4 مرات، وهناك تلك التخفيضات التي قمت بها وهم لا يريدون ذلك. وتخيلوا بالنسبة لبايدن، ورأيت كمالا هاريس ذلك اليوم، فوكس، هل كنتم أذكى؟ وقالت إنه أي ترامب سيدمر الضمان الاجتماعي. فقط تفبرك وتلفق الأشياء وتمارس التضليل والتلفيق والتزييف. وأنا سأحمي الضمان الاجتماعي، لن نرفع أو نزيد سن التقاعد كما يريد بعض الأغبياء. سنجعل بلدنا تنمو أكثر، وكذلك سنستخدم الموارد والمصادر التي لدينا للأفضل. سنبني مدننا ونجعلها أكثر أمانا أكثر من أي وقت مضى، وسيكون علينا أن نعمل مع مسؤولي المدن الديمقراطية وواشنطن العاصمة. سننظفها وسنعيد بناءها وسنجعل عاصمتنا الأجمل في العالم. سنتخلص من الجرائم وأعمال القتل، وستصبح أجمل عاصمة في كل العالم، وستصبح أجمل مما كانت في السابق. ووجدت أنه الآن هناك عجز عن فعل الشيء الصائب. تخيلوا عندما نسجن شخصا ل10 سنوات بعدما يحطم نصبا تذكاريا، 10 سنوات إذا قمت بلمس نصب تذكاري أو حاولت إسقاطه. كان لدي مؤتمر صحفي وكنت قد وقعت على أمر تنفيذي، لن نغير اسم جيفرسون لينكولن واشنطن كما فعلوا عندما خرجت من البيت الأبيض. نحن فزنا بحربين والآن يريدون تغيير تلك الأسماء. فورت براغ، هؤلاء ليسوا سعداء. نحن فزنا بحربين بفضلهم وهم يريدون أن يغيروا الأسماء. في اليوم الأول سأوقع أمرا تنفيذيا لحماية المدارس وحماية الطلبة وكل تلك الطرق غير المناسبة التي تخص مسألة التدخل في هوية الأطفال الطلبة التلاميذ. لن أعطي أي فلس أو أي سنت لمن يفرضون التطعيم على الأطفال. كذلك سأمنع الرجال من أن يكونوا في رياضات البنات، وكذلك سأقوم بالدفاع عن التعديل الدستوري الثاني كما فعلت في ال4 سنوات الأولى، وقد حظيت بدعم الجمعية الوطنية للبنادق. كان ذلك الدعم الأقوى، وبطبيعة الحال لم يكن الأمر بالسهل. سنحمي حياة الأبرياء وسنعيد حرية التعبير وسأؤمن انتخاباتنا. هدفنا سيكون التصويت بشكل حضوري وبإظهار الهويات، وطبعاً
علينا أن نفوز ثم نفوز ثم نفوز حتى نمنع الديمقراطيين من الفوز. نريد فوزا كاسحا يصعب على الديمقراطيين أي فرصة للتزوير، لأنه عندما يكون هناك فوز كاسح يصعب على الآخرين أن يزوروا. تذكرون ما الذي حدث في سبتمبر في نورث كارولينا؟ كان هناك من يصوت قبل الانتخابات وخلال الانتخابات وبعدها. سيكون لنا تركيز على التصويت في يوم واحد، وبطبيعة الحال انظروا عندما يتم التصويت قبل شهرين لا أحد يعرف ما الذي يحدث في صناديق الاقتراع، وهناك من يتساءل عما حدث في جورجيا. كانوا يقومون بضخ الأوراق الأصوات، ولو كان هناك قوانين جيدة ما كانت تلك الفوضى لتحدث. أشياء مريعة فعلها بايدن، هو دمر بلدنا، هم أي الديمقراطيون يدمرون بلدنا، ونحن نستيقظ ونرى أشياء لا تعكس الواقع في الانتخابات. هناك الملايين الملايين من الأشخاص، الكثير منهم إرهابيون ومجرمون، أشخاص يأتون من مستشفيات الأمراض العقلية ومن دول غير متحقق من هويتهم، وكثيرون منهم هم نزلاء فنادق، وبعض هذه الفنادق فخمة وفاخرة، وهم يراكمون أموالا، وقدماء محاربون يعيشون مشردين في الشوارع، في حين هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين يوضعون في فنادق. وبالتالي إذا أردنا أن ننقذ أمريكا، إذا أردتم أن تنقذوا الولايات المتحدة الأمريكية، عليكم أن تصوتوا. لا يهم كيف تصوتون أو أي طريقة تختارونها، لكن عليكم أن تصوتوا، وتأكدوا من أن لا يلغى صوتكم وتصويتكم. صوتوا في يوم التصويت، عليكم أن تصوتوا. يمكن أن تصوتوا مبكرا، لا بأس بذلك، لكن عليكم أن تصوتوا، وعليكم أن تحموا أصواتكم. هذا ما يفعله مايكل، ويفعله أكثر من أي شخص آخر في نورث كارولينا. عندما وقعت تلك التغيرات في بنسلفانيا وفي جورجيا، وفجأة وجدت كل تلك الأصوات، هم بالفعل وبشكل كامل زوروا الانتخابات في 2020، ولذلك يجب أن نمنع حدوث ذلك. إذا أردتم أن تساعدونا يجب أن تشاركوا في حملة حماية التصويت، ولدينا موقع هو protectvote.com، يجب أن تقوموا بالانضمام إليه. وختاما من لانسن إلى ديترويت إلى هنا، علينا أن نعرف أن هناك انتصارات عديدة نحرزها. نحن في ميشيغان، وبطبيعة الحال في المرة الثانية أبلينا بلاء أفضل، لكن تذكروا وأنا ما زلت أستحضر، كان لدينا تجمع غير مسبوق في ذلك المساء، هل تتذكرون؟ كنت هنا، وهناك من تساءل كيف يمكن الخسارة في ميشيغان. في الواقع بيل كلينتون كان قد أخبر هيلاري بأنه بالنسبة لميشيغان أولئك الذين يخسرون ميشيغان يخسرون ويسكونسن، وعلق على ذلك بالقول لماذا نصغي لأشياء كهذه، وكان محقا، وكان لدينا 49 ألف شخص، وقلنا لماذا عسانا نخسر، وفزنا بميشيغان. وطبعا نحن نقف مع الشجعان في ميشيغان ومع العمال من ميشيغان الذين جعلوا الكثير من المنجزات تتحقق. هل تتذكرون ما حدث قبل وقت طويل؟ طبعا كل من يتذكر لابد أن يكون متقدما في السن. كان هناك بمثابة ثورة في الصناعة هنا في ميشيغان، وسنعيد ذلك المجد. أنا لا أتحدث عن الصناعات الأخرى، وإنما أتحدث عن صناعة السيارات، صناعة المركبات، لأنها صناعة كبرى. أقول سنعيد كذلك
الكثير من الصناعات الأخرى، ستحبون ما سيحصل هنا، وستكون هناك صناعات ستزدهر مجددا وسيستأنف ازدهارها كما كان عليه قبل 30 عاما. ولن نسمح للأغبياء والسذج بأن يبقوا الأمر كما هو الآن. بطبيعة الحال بايدن يقوم بالدفع قدما بالطاقة الكهربائية، والصين هي المستفيدة. ميشيغان يجب أن تكون تلك المكان الذي يأمله المواطنون في ميشيغان، وبطبيعة الحال سننتصر لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية الأقوى في العالم. ونعم نحن الأقوى، والآن نحن أمة في اندحار، وأنا جاد عندما أقول هذا. نحن أصبحنا أمة فاشلة، أمة يقودها السذج والأغبياء والحمقى، فقدت ثقتها وقوتها. نحن أمة فقدت وضلت طريقها، لكننا لن نسمح لهذا الأمر المروع أن يستمر. قبل 4 سنوات كنا أمة عظيمة، وكنا وسنكون قريبا أمة عظيمة مجددا. بالقيادة السليمة، فإن أي شيء صنعه الفاسد جو بايدن سيصلح. كل أمر يمكن أن يصحح، وكل خطأ يمكن أن يصحح. الحدود الأمريكية ستكون قوية ومؤمنة بشكل سهل. استعدوا توم هومان، التضخم سيتراجع، اقتصادنا سيعود لارتفاعه، وسيكون لديكم استرجاع للثقة. لم يعد لدينا الثقة، الأمر بمثابة ذلك الرياضي. سيكون لدينا استعادة للثقة، وسيكون عود لنا الحلم الأمريكي الذي سيزدهر مرة أخرى لكل الألوان والأعراق، وكذلك سيتم استعادة الحرية. شعلة الحرية ستشتعل مجددا. بايدن هو الرئيس الفاسد، سيصبح ذاكرة تتلاشى وتعود إلى الماضي، وكذلك الغالبية العظمى من بلدنا ستساهم في صنع مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية عندما أصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية.